السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلطانة جمال فنانة ورئيسة جمعية ماما سلطانة. بالنسبة لي أنا القربة اللي كتخربني بسعدون الطاهر هو معايا في الهيئة الوطنية للسلامة الطرقية، والولد ديالو راه ولدي إبراهيم، كان تا ولدي حتى أنا ولدي من العائدين من أوكرانيا، ولدي تواف جا من اوكرانيا، ولكن جا في الوقت اللي ما اللي يعني قربت الحرب تبدا، يعني بقات له يومين باش تجي الحرب. بالنسبه لابراهيم شنو نقول لك، راه ولدنا كاملين، وهذه كانت معجزه من عند الله ومع سيدنا الله ينصره ومع الملك بن سلمان الله ينصره حتى هو. وهذه راه فرحه كبيره، لانها معجزه، انا كنقول انها معجزه وقعات، لان ما كناش كنشوفوا النعاس، وكنا زعما بصراحه الله غفور رحيم. كاين الناس كبار وكيغلطوا وتقول الله غفور رحيم، وليد راه باقي صغير وما عارفش، وفي نفس الوقت راه بريء. قلت شنو هو، انا راه كنت كنبكي عليه بالليل وبالنهار، كنبكي عليه واحد الدرجه ما تتصورش. كنلح في الجروب ديما كنقول للناس اللي معنا في الجروب، ادعيوا والله ربي يفك فراجه، لان ما ساهلاش راه واحد منا. اي واحد يتخيل انه هو ولده اللي واقع عليه هذاك المشكل، هو راه ولدنا، دابا راجع لينا كاملين، ولدنا كاملين، حتى واحد ما غتبغي ليه ذاك المصير. الله ينصر سيدنا والله ينصر الملك بن سلمان على هذا الله يجعل لي في الميزان المقبول. هذا هو اللي كاين، راه عتق رقابه عندكم بحال عتق العالم كامل صراحه. السلام عليكم، تحيه للجرائد والصحافه الوطنيه واللي حاضره معنا. باسمي انا بصفتي كعبد الرزاق الخرص، فنان مغربي ومنشط وطني في المجال السلامه الطرقيه. والسي طاهر سعدون هو عضو من الاعضاء ديالنا اللي في الهيئه الوطنيه لجمعيات السلامه الطرقيه بالمغرب، وكذلك هو دركي متقاعد وباحث قضائي في مجال السلامه الطرقيه. ما خدم معايا بزاف وشارك معايا في عده انشطه في المدن المغربيه، وكان يتكلف هو بالقضايا القانونيه حول مدونه السير وحول قواعد السير بالمغرب. حنا كنا نتكلف بالتنشيط والتحسيس والتوعيه والبرامج، فكانت الهيئه هذه عندنا هي مختلفه في عده شخصيات وعده اطر ذات كفاءه عاليه. اليوم حنا جينا كنا كنتواكبوا مع السي طاهر، ربما راه شافتوا السيده راه هو جا وصل السي طاهر والعائله ديالو، كانت الامور يعني القضيه كانت عندهم مكلومه، ودابا حنا السي طاهر راه هو جا، من الاحسن غادي نمشيو نكملوا معاه لان هو كيهمه الامر اكثر. وانا كنشكر الصحافه الوطنيه لان كلشي غادي يمشي.